يتوسع أكثر، المطالبة أو استدعاء السفيرين الفرنسي وهذا ما حدث والإيراني على السواء. بالفعل سيد توني. وأنت تتحدث ونوه إلى هذا العاجل، ميقاتي يطلب من وزير الخارجية استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية. إذن في هذا الخبر العاجل الذي نتابعه على الشاشة الآن، ميقاتي يطلب من وزير الخارجية استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية. إذن على ما يبدو سيد توني هناك خطوات تصعيدية جديدة من قبل الحكومة اللبنانية تجاه إيران، إلى ماذا ستمهد؟ يعني بالفعل هذا أمر ممتاز، يعني هذا ما كنا نطالب به وبرأي الشعب اللبناني يطالب به اليوم. هناك يفترض أن يكون يعني ليس فقط استدعاء، يعني كلام حاسم مع إيران، وأن تعرف إيران أنها ليست لا تستطيع تستخدم لبنان كأداة أو كساحة لها. والأمر نفسه يفترض أن يتوجه إلى فرنسا، ففرنسا تتفرد في موقفها عن الخماسية الدولية. يعني هناك خماسية دولية ترعى الشأن اللبناني ومؤلفة من فرنسا، أمريكا، السعودية، قطر ومصر. ويفترض أن يكون هناك إجماع عربي دولي على كافة الأمور المتعلقة في لبنان. فرنسا تفردت سابقا في ملف الرئاسة وأجهضته وأجهضت دور الخماسية. اليوم تعود لتتفرد بموضوع وقف إطلاق النار وتحاول أن تضع نفسها وصيا على لبنان وأن تتفاوض بينه وبين إيران على قضايا لبنانية. هذا أمر يعني يجهد السعي، أولا سعي الحكومة لإمساك زمام الأمور بأقل تقدير، ودور الخماسية التي تبذل جهدا كبيرا للتوصل إلى حلول في لبنان. من هذا المنطلق على فرنسا أن تعود إلى الخماسية ولا تتفرد كما تفعل يعني دائما. إيران من جهة تريد التفاوض الآن مع إسرائيل من خلال الوسيط الفرنسي لإنهاء الحرب الإسرائيلية في لبنان، لكن من جهة أخرى حزب الله يعلن مرحلة جديدة تصعيدية في مجابهة إسرائيل في لبنان. ما مرد هذا التناقض في المواقف سيد توني بين إيران وذراعي حزب الله في لبنان؟ يعني إيران تحاول أن تستخدم ما يسمى سلاح العصا والجزرة، تريد أن تمد يد المفاوضات لتحصل ما يمكن تحصيله وإعادة نفسها على الطاولة، وتستخدم حزب الله كعصا غليظة تعتبرها أنها قادرة أن تفعل، يعني قادرة أن يكون لها دور أمني كبير بوجه إسرائيل. لذلك تريد أن تقول أنها تمسك الطرفين، تمسك طرف المفاوضات بالمباشر، وأيضا من خلال أزرعها تستطيع أن تؤدي إلى ضرب الاستقرار وتوسيع قاعدة الاشتباكات والحروب. في الواقع هذا كلام يعني تريد منه إيران أن تستفيد منه وتترجمه لصالحها في أي مفاوضات مقبلة على مستوى المنطقة. ولكن في الواقع حزب الله يعني يتعرض لخسائر كبيرة، وكما رأينا مواقف مهمة للحكومة اللبنانية بدأت تقطع دور إيران وأزرعها في الداخل اللبناني، أقله من ناحية الاستفادة واستغلال المواقف على هذا الإطار. والحكومة تحاول أن تقول أنه إذا كان هناك مفاوضات ستكون عبر الحكومة اللبنانية فقط، وهو حقها الشرعي، ولا يجب أن تكون إيران من تفاوض باسم لبنان ولا حتى فرنسا أو غيرها. طيب، الخطوات التصعيدية الجديدة التي أعلن حزب الله أنه سيبدأ بها تجاه إسرائيل، إلى أي مدى يمكن أن تقضي على فرص ومساعي التهدئة من قبل الحكومة اللبنانية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في لبنان سيد توني، سواء بتطبيق القرار 1701 أم خطوات جديدة؟ يعني تماما كما تفضلت، هذه يعني زيادة أو محاولة حزب الله استخدام يعني أو استعراض العسكري هي جزء من عملية تقويض محاولات الحكومة، وخاصة إصرار حزب الله على التمسك بما يسمى وحدة الساحات، رغم أن وحدة الساحات بات نظريا، بات حالة نظرية وحالة غير تطبيقية، ولكن التمسك في هذا الإطار يجهد كل المساعي الحكومية اللبنانية وحتى المساعي الدولية التي ترتكز بشكل رئيسي أولا على فصل الجبهات، وأن الجبهة اللبنانية منفصلة عن أي جبهة أخرى، وثانيا تطبيق القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته. فما تريده إيران هي عمليا محاولة تفريغ مضمون القرار الدولي 1701 من مضمونه، والاقتصار والاكتفاء ببند واحد انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. وبالتالي هذا يعني لم يعد مطروحا، لا مقبول داخليا ولا حتى مقبول دوليا. فمن هذا المنطلق يعني على حزب الله إذا كان فعلا يريد أن يذهب باتجاه توقف إطلاق النار، الذهاب وراء الحكومة وتسليم ملف كافة هذا الملف للحكومة اللبنانية، ولا يبقى بيده لا يصعد في الحرب ولا غيره. المطلوب من لبنان أو الحكومة اللبنانية أن توقف أطلاق النار من الجانب اللبناني أولا، وهذا ينقذ ما تبقى من الجنوب اللبناني من دمار. شكرا جزيلا من بيروت الكاتب الصحفي توني بولس.